السلام عليكم الزوف اللون، سمحتي في بلاغ في اللون بزاف السوثر الجامع الوحيد تعليق صحيت اكم شكرا رقم في التعليق نوان اخلاف. مرحبا بكم خوتنا، مرحبا بكم لي زابوني تاعنا في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياس كاخبار تي في. هذه القناه ان شاء الله اللي ديما راح اجيب لكم جديد وراح اجيب لكم الحصري تاع شباب القبائل واخبار جياس كاب. فقط ما تنساش شابط اسفل هذا الفيديو دير نجم اخي العزيز وشارك في القناه وفعل زر الجرس كي يصلك كل ما هو جديد باذن الله. كما شفتوا خوتنا اليوم بينما اتصفح يعني في صفحات الفيسبوك كالعاده شفت واحد الفيديو والله غير عجبني بزاف خوتنا، ربما الفيديو شوية قديم ولكن والله صدقوني ضحكت يعني والله غير ضحكت من قلبي وعجبني. عجبتني الهضرة تاع ابن الشيخ خاوتنا مع رئيس ليمسان، رئيس ليمسان خاوتنا صدقوني يعني اللي عنده مشكل في حياته يجبد على الجياسكا. شغل كاينين عباد خاوتنا والله ميتين بالقنطة من الجياسكا، ملياني هذا رئيس ليمسان وش يقول؟ قال له علاش جياسكا مدوا لها سبونسور وحنا خسرنا 28 مليار وما طلعناش. رايحين نسمعوا خاوتنا مع بعضنا الرد تاع ابن الشيخ، والله غير ابن الشيخ قوة صح قوة يعني لا فيعجبني، يعجبني غير هو اللي دافع على شباب القبائل. بن الشيخ راهو يدافع على شباب القبائل وما فهمتش انا يحب شباب القبائل الناس بلي. والله غير عجبتني لا ريبونس تاعو وعجبتني الهضره تاعو واش هضر واش كل شيء. راح نخليكم خاوتنا تسمعوا ولكن ماذا بينا كما احنا نقولوا تكملوا هذا الفيديو حتى للنهايه، حتى للنهايه باش تسمعوا بن الشيخ وتسمعوا الرد تاعو على رئيس ليمسان واش هضر له وكل شيء. فقط تبعوا معنا خاوتنا.